السلام عليكم احمد وشن اكس من مقطع جديد مقطع اليوم فيفا 20 يا اخوان. قبل اتركم مع المقطع بقول شيء بسيط جدا وبوقف على طول. انا سوا فيفا العب ايام فيفا 14-15 لكن قطعت 3 سنوات في اشياء كثيره نسيها. بتشوفون لخبطه شيء في الاسماء فانتوا اعذروا يعني. واذا انت لاعب فيفا تلعب فيفا من قبل المقطع هذا بعد ما تخلص منه ما بدك تكتب بشيء في الكومنتات. اطلع حط لايك. السلام عليكم وجه من وجه ابيض. انا اسف لعبت شوية في اسماء لعبتكم وجبت العيد فخليكم تشوفون. اتمنى المقطع يعجبكم. في تفتيح باكجات وفي لعبنا الدرافت وش بعد سوينا بتشوفون الزبده. الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم. باذن الله ننوع في السلاسل اكثر واكثر. مع السلامه. فانتم ما علمتوني تبون بركامب ولا تبون هرنانديز؟ انا اقول ناخذ بركامب. غيرت رايي اليوم لكن هذا مو بسريع. بس هذا سريع. بس هذا فيزيكال شكله هذا قصير فيزيكال عنده. قاعد اتفلسف صح وقاعد اضيع وقت. ناخذ هذا غير ترى اليوم. لكن هل كلها اعاره؟ ومتى اعرف ان الباكج قوي؟ هل اذا طلعوا لمبات؟ ارتو ها خلصوا ارتو حلو. خلوكم كذا ممتازين يا عيال. يا عيال افتح ذي ولا افتح هذه؟ يلا توكلنا على الله. بسم الله يا ربي يا ربي. هذه لمبات من البدايه ولا ايه؟ وجه الله يسوي الدلود من استغفر الله. طالع ذيك 250 بوينت تجيني انت 79. بسم الله وعلى بركه الله نستعين بالرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياه نعبد واياه نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسود حكوا مش تيلون اسود اليوم. شكله كويس شكله حلو. ليه هذا؟ هذا كويس. هذا انا عرفته كنت العب فيه اللي ويندوز حبيبي. انا اليوم قمت التشكيله فيك ان شاء الله. هذه بدايه خير ولا مو بدايه خير؟ هذا من دفاعنا لله عز وجل عز وجل سبحانه. ويندوز حبيبي الحين ايش اسوي؟ الحمد لله رب العباد رحمن من ثاني بكج يا ربي. اللهم لك الحمد الحمد لله رب العالمين مجيب السائلين هذا رب العباد. الحمد لك يا رب. الحزم المتبقية 3 متبقي 3. يلا ما في مشكلة ان شاء الله الرحمن الرحيم اليوم يحط لنا باكجات حلوة. هذا بنفسه طلع في البداية. في لون بنفسه طلع في البداية. اسبانيا ريال مدريد ولا مين؟ يا هذا كويس ولا مو كويس؟ يا فرح والله بس الحمد لله الحمد لله. اربعه ثواني شكله طيب نجيبه معنا الفريق. حلو كم يجي؟ يا ابوي زباله انعال. ما طلع لهم بنات اليوم ودي بلعب اسود. انظر توكلنا على الله. الاخير يجي مولع. يا رب يا رب ولع يا رب ولع. تنفس في البدايه تنفس في البدايه. يا رب ولع يا رب ولع. ما انت اشتر من سبحانه. ما شاء الله هذا شكله كويس بعد. وشوف يرقص الرقصه الدوده. خلينا نشوف هذا طيب. 60 هذا 60. لا 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 حلو حلو هذا هذا حلو. ها بس يا عيال معلش على السؤال لكن الفريق هذا الازرق في دوري وما في انوار فوق. هذا على طول توجهون للفرق. خلي الشباب يشوفون. اوه في لمبات. ليش كل ذي الحفلة؟ شرعة 39! قبل صفير البلبل. 5-4. لا! فتحت بالكوينز! يلعن من الغبنة والقهر! يا رب بقية سودة تكفون، والله انا حمستني، ببقي لي كذا شوف لقمة عيش. حقين فيفا ما تنزل بتجاه هذيك الزرقاء. الزرقاء اللي فيها الخير كله. مين معنا اليوم؟ يا ربي احسبه كويس طلع سلح. لك ما في جمهور صايد تي ام شوفوا ولا بيطلع لي نعال؟ ممكن يطلع لي نعال. طيب وين الدرافت؟ ايوه باخذ 4-2-2 مع ان انا ما العب فيها لكنها اقرب وحده للخطه اللي انا العب فيها. انا الخطه اللي العب فيها 4-1-2-1-4 4-1-2-1-4 لكن هذه قريبة.
اخذ كريستيانو ولا جيجزا؟ انا ابغى كريستيانو. مبابي يعني ناينون ناين جول، ها عندنا فرنسي وعندنا ايطالي. يلا بسم الله، يلا ما نستفرق. حلو بدينا نشبك هنا، بدينا نشبك، لكن الجهه اليسار معدومه مره. يلا جيبه، ببدل امه على طول. هلا جتني هزه باليد من قوه الصفقه في الملعب. طيب عشان بس نعرف شو متدخل، انا ما ادري ايش قاعد يصير الان، بس قاعد اسوي سكيب. لا لا لا، حلو 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 حلو. كيفن دي بروين في مقابل مبابي في الفريق الاخر. كيفن دي بروين هو لاعب مميز في الفريق. دور حلو البينيه من ديبالا، خطيره الان. كريستيانو والله بدخل كريستيانو، بالله عليك لا تصرف. ليه ما تصرف برتيلا؟ انا ما اقدر اصرف برتيلا. تكفى يا جيكس، يا جيكس تكفى تكفى. ما ادري ملمت عليه من لحيه، لكن الله يرحمه شيبانك. الحمد لله من اول هجمه ربي وفقني. روق روق يا احمد، روق، الامور طيبه، روق، رجع الهجوم، خذ الكوره. يا عمري يا عمري يا ابو شاي، يا عمري يا ابو شاي، ترويق 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 ترويق، وارجع كره ورا ورا يا يا جسمه، مو هنا. تكفى. لا لا اقسم بالله من الحرام، وانهم ما يمدون رجولهم ولا يمدون سيقانهم على الكوره، كانهم يبغون يجيب الجول علينا. ولا احد يجيني يتوقع ان من اول مباراه فيفا اني اجيب بادعس. ها الوضع خلوه حبه حبه، لكن والله لو افوز انه انجاز، والله قسم بالله افوز انه انجاز. يا عيال يضغط ستارت كثير، بس الله يعطيك العافيه. دخلك الشباب الحين يتفاهمون معاك. كريستيانو كريستيانو تعال. مين بعد يبغى يجي اليوم؟ ادخل كل مان، خليك من بعد، خليك ابي ياسر، ابي دزات. مين هذا اللي معي؟ مش ممكن. تكفى بابي، اركب بابي، تكفى بابي، اركب تكفى بابي، اركب تكفى بابي، اركب تكفى اركب بابي، تكفى اركب بابي. لا والله العظيم هربي بيني هادي. والله الشوط خلص بسرعه يا عيال، الشوط خلص بسرعه يا عيال. ما يروح للكوره، هو الكربنا الذين امنوا ما يروح للكوره. والبينيه صعبه، ما تعودت على الوزنيه. احمد ريلاكس، كام داون بيبي. تكفى الدن، مو الدن انت. ضيعت ميسي، صار الدن، ميسي صار الدن. اليوم بعد كل هذا المشوار وبعد كل هذا هذه الاهداف وهذه الارقام انه نواصل الحديث عن ليو ميسي، لانه لازم نخرجوه عن القاعده تماما ونخرجوه عن القائمه ونخرجوه عن اللعبه تماما. ليو ميسي سيكتب التاريخ بانه ظاهره كرويه كبيره. يا رونالدو يا رونالدو يا رونالدو يا رونالدو يا رونالدو. خير خير خير، ايش ذي القطة؟ يا ويل امي، هذا كيف جاينا؟ اللهم استر اللهم استر اللهم استر اللهم استر. الله يسعد امي. يا رجل يا اسطورة، يا رجل يا اسطورة. اكفى الدن، افتح له. تكفى، فاول فاول. يا سلام، اضربني ابتعدي، اضربني. لا تكفى، يسعد امك، يسعد امك. رصاصة الرحمة، رصاصة النهاية، الانهاء، الموت. عادي 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 عادي، مو لازم انام عادي. ثلاثة، انا معي اربعة، معك ثلاثة. اقسم بالله اللي ما يضيع وقت مو برجال، ورب الكعبة ضيع وقت.